وحول هذا الموضوع أيضا معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد الخياط، وكيل وزارة الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. مساء الخير أستاذ أحمد، ويعطيكم العافية على جهودكم الكبيرة. طبعا مملكة البحرين شهدت اليوم حالة غير مستقرة من تساقط أمطار متوسطة وغزيرة أيضا، كيف واجهت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تجمع مياه الأمطار في الشوارع وشبكات الصرف الصحي في المملكة؟ نعم الأستاذ أحمد الخياط، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ أحمد الخياط وكيل وزارة الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. سنعاود الاتصال بك لاحقا إن شاء الله أستاذ أحمد. وننتقل الآن إلى سعادة الأستاذ الدكتور وهيب الناصر، أستاذ الفيزياء التطبيقية في جامعة البحرين، معنا عبر الهاتف للحديث حول الحالة الجوية. دكتور وهيب، يعني شهدت مملكة البحرين أجواء غير مستقرة منذ هذا الصباح، وربما تستمر إلى يوم الثلاثاء حسب بيان الأرصاد الجوية. أولا نريد الخلفية العلمية والتفسير العلمي لهذه الحالة غير المستقرة التي شهدتها الأجواء، وأيضا قراءتكم كأستاذ للفيزياء التطبيقية في جامعة البحرين لمستوى الأمطار التي تساقطت على مملكة البحرين اليوم مقارنة بالسنوات الماضية. شكرا جزيلا. حقيقة الأمطار في كل المنطقة في شبه الجزيرة العربية هذا يعني موعدها، وحقيقة متوقع، وهذه فترة انتقال من فصل إلى فصل آخر، فتأتي مثلا خلينا نقول البخار الماء من البحار والمحيطات، فيتكون الخلايا مع البخر فتبرد في الطبقات العليا، وأحيانا تأتي كتلة باردة فيحدث هذا المطر. والفترة هذه ما يسمى الوسم، الكل يتوقع ويترقب المطر، هذه ليس بغريب. ولكن الغريب والملاحظ أن يعني في أمطار، ولكن غزارة الأمطار يعني الحجم الأمطار اللي في الغيوم على غير اللي هو المنوال المعروف. يعني عادة تنزل أمطار 20 مليمتر تعتبر ثقيلة نسبيا، بس الآن يمكن يعني في بعض المناطق نزلت إلى 70 مليمتر 60 مليمتر، ويعني في الساعة. وهذه طبعا مثل نقول حصيلة سنة ينزل في ساعة واحدة ساعتين، فلذلك يعني وهذا ما حدث مثلا حتى في أمريكا، في ولايات أو مدن كاملة غرقت، مع أنهم متعودين على الأعاصير تحدث عندهم ويعرفون أن تنزل فيها أمطار وتنزل أمطار كثيرة. ولكن ما حدث هذا في مدينة نيويورك أعتقد اللي هو نزل فيها أمطار من 4 سنوات، نزل فيها في حوالي يوم واحد، ونفس اللي حدث قبل أظن سنتين في تشيناي في الهند. فهذا أعتقد يمكن، وحاليا ربما مع دورة المينيو، وهي دورة تحدث دائما كل 4 سنوات، وهي نتيجة ارتفاع مناخ درجة حرارة البحار والمحيطات على غير المنوال الاعتيادي، يالس يزيد تدريجيا، فلذلك كمية البخر تكون أكبر، كمية المياه تكون أكبر. وهذه لما تنزل يعني صحيح، شوف الآن نزل في البحر مملكة البحرين في حدود ساعة واحدة، ولكن في بعض المناطق مثل ما قالوا لي الأخوة في محطة الرصد الجوي في جامعة البحرين في الصخير، سجلت حوالي 95 مليمتر في ساعة، وهذه يعني إذا الرقم صحيح جدا كبير لما عاين. ولكن الأخوة في الأرصاد الجوية سجلوا حوالي 40 تقريبا 35-40 في الصخير. هذه مهما كان كمية كبيرة أنها تهطل، عادة نحن متعودين على 10 مليمتر 7 مليمتر 15 مليمتر، فأنت لما تأتي للضعف يعني بغض النظر نقول على البنية التحتية أوكي متوقع أنه يعني مفروض تستوعب، بس لما يعني يحصل هذا الهطول في فترة قصيرة كمية كبيرة هذا صعب. يعني حتى لو كان أي بلد عنده بنية تحتية قوية ما يقدر يستوعبها. أعطيك مثل، أنت واحد لما يغسل وجهه في مثلا الوش بيزن، لو خلى حنفية واحدة التصريف يغطيه، لو خلى حنفية بعد يعني خلينا نقول على الأكثر بتشوف الماء ما يسرب من النص، لكن لو واحد سكب لك
يعني فجأة سطل في هذه بيثير. فهذا اللي حدث عندنا اللي موجود. فحتى لو التصريفات ما تقدر، لكن على الدول يعني نقول انها تهتم. الآن صار عندنا نمط جديد، فلازم يصير نوع من يعني تساعد الناس لمن مثلا صار عنده ضرر، هني تقف معه. أما الباقي الشوارع والتصريف يعني لازم تعمل المستطاع، لكن ما راح تقدر تعمل شيء. هذا عندنا مرض جديد، مرض يسمونه مرض دفع الأرض، وعلينا أن نتعايش معه، وعلينا أن نتغلب عليه ونستعد لذلك. نعم الدكتور وهيب الناصر، أستاذ الفيزياء التطبيقية في جامعة البحرين، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح.